معلومات كاملين وليت مخلوعه لا نرجع كيفاش كنت شنو داز عليا وبزاف د الحاجات كناكل على القياس كنحبس وكايتي كتسالي عقلي كيبقى يقول لي زيدي كولي زيدي كولي كنزيد لقمه اخرى كنصدق انا هي حاجهكم منطقيه يعني بحال كندير الخاطر اليوم بجوج اختصار ربي ما مكتبش لي هذاك الوليد وباقي ربي رزقها هي باقا صغيره 33 عام شحال عندك اختك 32 ولا 33 11 عام اختي زوونه باقا صغيره عندها 34 عام شو ماما من بعيد 34 عام السلام عليكم لافامي الناس زوينين لاباس عليكم كلشي بخير صحتكم لاباس اموركم امانين الله يحفظكم الله يخليكم لينا كاملين كنشكركم بزاف على لي ميساج ديالكم على البارطاج ديالكم على الدعوات ديالكم مع فائزه اختي ومع تصايا اختي اللي صراحه الناس كاملين بقات فيهم بزاف ولكن الحمد لله ربي كبير واي حاجه كيدير الله سبحانه وتعالى وليها سبب الحمد لله على كل حال حبايبي الزوينين الله يحفظكم ليا وين جيكم عرفت المحبه ديالكم من الفيديو اللي حطيت صراحه هذه المحبه تشريها بالثمن والله تايلا بزاف كل الحب والاحترام لكم اللي بغيت نوضح في هذا الفيديو بزاف ديال الحاجات انا حطيت بغيت نبارطاجي معكم كي كنبارطاجيو الافراح والسعاده ديالنا قلت نبارطاجي معكم حتى ليطا ديالي منين درت العمليه حتى مشيت اول حاجه بغيت نبدا لكم هي العملية الخوت ناجحة ليا 100% وريتكم انا التصويرة في الفيديو اللي كنت انايا درت فيه العملية ملي كنت في تركيا وريتكم واحد الورقة اللي فيها ناجحة العملية ديالي 100% الحمد لله يعني ضروري واخا تمشي دير غير العملية ديال الحلاق راه كاين غادي توعد غادي دوز واحد السيمانة ديال العذاب بزاف ديال الحاجات انا درت تكميم المعدة هي نجحات ليا مزيان بخير وعلى خير ولكن المعاناة اللي كنعاني بها هي في الاول قبل العملية دخلني الطبيب دخلني للبيت قال لي فوالا العملية اللي بغيتي ديرها كطيح الشعر كيولي فيك فقر الدم يعني كاع داكشي مكتوب ليا في الورقة وسينيت عليه يعني هادشي اللي كان انا دابا كنعاني فيه دابا يعني ماشي ما نجحتش لي العملية ولكن قالوا لي قبل العملية شنو غادي طرالي ودابا داكشي اللي طرالي كنشاركو معكم فيهم داك النهار تزاد عليا الحال وبارطاجا معكم سفيان شنو وقع ليا وداكشي ماشي على اساس العمليه ما نجحش عرفتي بزاف ديال لي باج هزو فيزه فوالا ها شنو شكون اللي كيدير العمليه بالعكس انا فرحانه الصراحه ملي كنشوف راسي في المرايه قبل وبعد كيفاش وليت فريمون كنقول فرق كبير اول حاجه باش غادي نبدا لكم بواحد الحاجه اللي خاصكم تفهموها مزيان انا مادام درت العمليه الا كنت بغيت نوصل لهاد ليطا ديال الضعف ديالي مقتنع شنو الحاجه اللي درت انايا كان بالامكان ديالي ناكل شويه تيعيط ليا الطبيب كل سيمانه كيراقب ليا من تركيا كيقول لي ها شنو خصك دير انا كنحرم راسي من الماكله علاش حيت بغيت نضعف اول حاجه دغيا بواحد الفتره اللي وجيزه يعني دغيا بغيت نضعف ما كناكلش ولفت بحال هكاك السكريات كنحيدهم لدرجه وليت تنشرب قهوه اتاي بلا سكر يعني قتلت راسي باش نضعف داكشي علاش وليت تشيني الدوخه من السكريات ما بقاوش في الدات ديالي اللي ولا فيها فقر الدم الحاد داكشي من الاول كيفاش رجع لكم العمليه هادشي قالوا لي الطبيب مي الحمد لله العمليه 100% ناجحه ليا ومني شاف الدكتور ديالي عاطي داك الفيديو قال لي فائزه لازم تاكلي يا اختي قلت له انا الغلط ديالي يعني اول حاجه المكملات الغذائيه الصراحه الله ما كنشربهمش علاش انا نقول لكم علاش لانه عندي واحد الكونتيتي ديال الماء كنشربو انا ملي كنشرب الفنيده تقريبا الا وحلت لي هنايا وانا شبعت بالماء ما كنقدرش نزيد الماء وقعت لي واحد المره داكشي علاش ولات عندي فوبيا من الفنيده كنشربها كتوحل لي انا ما كتبقيتش تبقى تصرت ليا وما يمكنش لي نزيد الماء علاش لانه داك الماء الا زدتو بحال نتزوى وعندي النهار المكفس حاجاكم منين كنبغي نتقيه هذا والمعده ديالي كضر لي باقا خضره يعني المده ديال 6 شهور عاد الحمد لله نولي بخير وعلى خير للتوضيح يعني انا ملي شفت بزاف ديال الناس هضروا فيزا شنو قال لهم شحال شلا العمليه بزاف ديال الحاجات قلت لسفيان لا سفيان ماشي هادشي ديال ستوري لانه كاينين الناس ديال اليوتيوب اللي ما عندهمش الانستغرام ديالنا اللي كنشاركوا فيه اليوميات اللي خرج سفيان لا غدا بفيديو في ستوريات داكشي علاش نقول لكم راه الانستغرام ماشي كنشهروه باش نطلعوه باش تسمعوا منه شي حويجات المكملات اللي ما يمكنش لنا اليوتيوب نحطوا فيه يوميا ستوريات كنحطوا
يومين واحد الدقيقه هذا كنوضحوا فيه بزاف الحوايج. كيف كتعرفوا اخوتي لي باج ديال انستغرام وداكشي الحاجه كتكون قد هكا كيردوها بحال هكا على حساب البوز وعلى حساب اي حاجه. حنا انا وضحت لكم ودرت فيديو باللي اختي شنو كتعاني. كيف ما كنقول لكم باللي اختي عندها عيد ميلاد عندها مفاجاه غنديروها لها، قلت لكم باللي واحد واقفه في واحد المرحله اللي صعيبه من حياتها، يعني الشعر ديالها بدا كيطيح، جا فقد الدم حيت ما كتاكلش، ماشي حيت العمليه ما نجحاتش ولا حيت الاطباء الطبيب اللي داير لها في تركيا وتحيه خاصه ليلو ما كانش زعما على قد المجهودات ديالو، لا بالعكس هادشي كله ما كاينش. الطبيب كان احسن الاطباء تبارك الله من احسن الاطباء، كان المراقبه كل شويه وفائزه هي كل شويه كيعيط لها شنو كاين شنو كاين. مثلا في الشهر الاول ها شنو خاصك دير، الشهر الثاني خاصك تاكلي مثلا الستيك. هذا واحد الكتاب عطاه ليا نحلف لكم ما شافته من دابا ما شافتوش والله، حيت ما كتعصبني انا ديما مدابز معاه انا للوالدين لاخوتي. واحد كتاب عطاها قال لها الشهر الاول شنو خاصك تاكل، الشهر الثاني الشهر الرابع شنو خاصك تبدا ديري داك شنو كيقولوا داك العشوب الشوفان وداك الشيء اللي كيخلي المقويات تشرب منه غير معلقه كافيه. شوف هي خلاصه القول باش نقول لكم اللي كاين الهدف ديالي منين درت انا العمليه كان الهدف ديالي نضعف دغيا. مي هو نورمالمون الناس اللي كيديروا تكميم معده في الشهر الاول كيحيدوا بزاف، في الشهر الثاني ما كيحيدوش بزاف، الثالث الرابع كتولي شويه بشويه، وحتى يوليو ياكلوا كياكلوا المكملات الغذائيه بالفانيد وداكشي. انايا انايا شفت الشهر الاول شنو وقع لي، الشهر الاول تحيد مني بزاف، الشهر الثاني ماشي بحال الاول، وانا نقول علاش حيت وليت تناكل زعما هاد الشويه، اجي نحيدها شويه باش عاوتاني نحيد كيف حيد الشهر الاول، يعني عقلي شنو كيقول ليا، عاوتاني البروبليم ديال الفانيد علاش ما بقيتش كناكلو ديال المكمل تنشربو، على قبل هذيك واحد النهار ما بيا ما عليا جلست بغيت كتشرب الماء وانا نتفكر الدواء ما نسيتو ما شربتوش، يلا حطيتها هكا شربت واحد شويه تزويت ما قدرتش نسرد الفريده وحلت لي ما بين هنايا، وانا نقول ناري ما يمكنش لي وليت حاجهكم تنتقيه تقيد الفريده باقا هي هذيك خرجت لي، يعني شفت داك المنظر بحال ولات عندي واحد الفوبيا ما نشربش الدويات، وليت نتفاداهم. ماما ولا سفيان تيقولوا لي شربتي الدواء وهذا واحد المره سفيان مشى للدواء ديالي باش يعطيني الدواء وهذا لقى الفريد مازال هكا، انا كل نهار كنحسب هو يغوت عليا وهذا، يعني داكشي اللي كاين، يعني هذه هي الحقيقه. داك النهار بارطاجا معكم سفيان كيف قال لكم كيف كنبارطاجيو معكم، مثلا حنا غاديين هنا جايين هنا كنعرسو هنايا كنديرو الصبوع هنايا ما فينا هذا فعلينا هذا الحاله ديالنا كيفاش دايره. فوالا فوالا هادشي اللي كاين. اللي بغيت نقول لكم هو انه الراي ديالي حتى انا كيف ما رايكم يحترم راي ديالي يحترم. انا شنو قلت ديك النهار، ماشي قلت انه العمليه ما نجحاتش، قلت باللي الانسان من الاحسن يدير سبور، من الاحسن يدير سبور وهادي وهادي وهادي، يعني راي ديالي يحترم. يعني انسان علاش حيت فحال فائزه نورمالمون ما ديرش العمليه 111 ماشي 160 كيلو 170 كيلو السمنه وداكشي اللي كيكونوا، هي ماشي من النوع ديال السبور. فاش كانت كتمشي سبور كتجي كتحط لها جوج دجاجات ضربهم كاملين بسطايله كدا كداش غتاكلها، فيزا كانت تبارك الله كتاكل. انا راي ديالي عادي، قلت لكم بالنسبه للناس اللي زعما عندهم غير 110 105 بحال هكا 111 يحاولوا انهم يديروا سبور وما يبقاوش يتعشاو الخبز، يحيدوا الخبز وان شاء الله باذن الله بالعكس يضعفوا وبصحه مزيانه. فاذا دارت العمليه التكميم وكانت على اقتناع وسنات على راسها وهي فرحانه على الريزلت اللي وصلت لها انه دابا من دابا شحال 5 شهور واصله ل 70 كيلو 71 كيلو، شفتوا حداكم صورنا لكم 72 كيلو في الميزان اللي تعبرت فيه، دابا وصلت ل 71 كيلو، يعني فرحانه بالريزلت هي ساتيسفي مزيان 100%. تحيه للدكتور اللي دار لها العمليه، تحيه للناس الزوينين كاملين اللي كانوا واقفين عليها وكل شويه كيعيطوا لها وكينصحوها. دابا اللي خاص فائزه هي اللي غتكمل راسها، الا بغات انها هي تمشي للهاويه يطلع الفوق، الا بغات تمشي للهاويه تكمل بهادشي اللي غادا فيه ديال انا ما خاصهاش تشرب الدواء، ما خاصنيش ندير هكا، ما غنشربش لي فيتامين، ما خاصنيش ناكل، ما خاصنيش، غتمشي للهاويه. اذا هي اللي منها لراسها هي اللي مسؤوله على راسها. اول حاجه عطيتو للدار وعد مني ليكم، وواحد الفكره اللي حتى هي عطاها ليا الاخ ديالي بادر، فاني نشدها ندقها 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 تحركها مع الماء الماء ونشربها هكا واخا نقدر ندوزها. ولكن عاوتاني التوضيح اللي بغيت نقول لكم، انا من دابا منين درت العمليه لدابا ربع شهور وخمس ايام باش درت العمليه، يعني انا عندي في الاول قالوا لي المده ديال 6 شهور يعني عندي هي اللي قاصحه
باللي تريتمون ديال الدواء بالهذا، من بعد ان شاء الله غادي نولي ناكل شويه عادي. عاوتاني واحد الحاجه، راه بزاف ناس زاروا تكميم معده ورجعوا كياكلوا ولاو غلط من اللي كانوا. يعني انا ملي شفت هاد المعلومات كاملين وليت مخلوعه، لا نرجع كيفاش كنت وشنو داز عليا. وبزاف الحاجات كناكل على القياس كنحبس وكنرجع للور، يعني داكشي علاش انايا مسوسه بحالك بزاف. ان شاء الله غتواعدكم لعيد ميلاد ديالي اخوتي 5 في شهر 11، في عيد ميلاد ديالي، في الحفله ديال عيد ميلاد ديالي، يشوفوك بصحه جديده ويشوفوك مزيانه 100%. كاين لا لا والو. انا الحمد لله ديما كنقول انا بخير ونكون بخير، ووعد مني ليكم غادي ترجع فيزا كيف كانت، لدرجه قريت لي كومونتير فيزا منين تعافيتي وليتي انسان اخرى. هذا انا ماشي انسان اخرى، ولكن اللي موسوسني بزاف هي اللي كنعيش فيها ديال بصح، اللي مردني ديال بصح هي العقل ديالي. كيولي ضار مع المعده ديالي، عقلي تيقول لي تشهيت مثلا واحد الشيوه كتصوبها ماماك وهذا وهذا. المعده ديالي ملي كتشهى وكتصوبها لي ماما كناكل شويه صافي، معدتي كتسالي، عقلي كيبقى يقول لي زيدي كولي زيدي كولي، كنزيد لقمه اخرى كنصدق انايا حاجه كومونتقيه. يعني بحال كندير الخاطر اليوم بجوج، بحال كندير الخاطر اليوم بجوج، بحال ولات فيا جوج شخصيات. عرفتي هادي اللي مرضاني، عرفتي حاسه براسي انورمال، وليت نحس براسي انورمال، ولكن غادي نولي بخير. غادي توعدنا دابا وموعدكم سانتوما باذن الله. والحاجه اللي بغيت نقول لكم هو انه تبارك الله عليكم كنحماقوا عليكم بزاف، وفوالا سي نورماليتي زعما الناس غادي يهزوا داك المقطع، لان الفيديو في ضيف 3 ايام وصل نص مليون ديال المشاهده علاين. يعني عادي الناس غادي تبغى تهز فوالا هادي وهادي، غي احتراما الشيء انا وفائزه كنسمحوا في حقنا في بزاف ديال الحوايج. واحد الحاجه اللي معروفه علينا ومعروفه على عائله الطهري، وانه انا وفائزه كنسمحوا في حقنا بزاف من غير الوالدين لما تجبدوش. يعني الوالدين اللي كيجبدوا الوالدين كنتاجوا ديما انا وفائزه للقضاء. انا وفائزه كنشوفوا شي واحد هز شي لعيبه ديالنا وكذا كنقولوا هانيه، باج فيسبوك كبيره ماشي ديالنا وكنقولوها انا وفائزه ماشي ديالنا ديك لاباج نهائيا. وكنقولوا الانسان يستازق على الله، يحط اللي بغى يحط يدوي وعادي. انا وفيزا كنسمعوا في حقنا وعمرنا خرج منا كلمه د العيب لا في ستوريات لا من شي حاجه. هانيه الواحد يدير اللي عجبه، غير الوالدين في افتقار. ثاني حاجه الانسان مسكين داير مجهود ودكتور على قدو قداش، ما نقصوش نكتبوا باللي ما نجحتش لا عمليه ولا شي حاجه، لا نسمعوا حنا ما مزيانينش. انسان طيب ذو اخلاق عاليه، صراحه كان مع فائزه بالصراء والضراء في هادشي ديالها ديال العمليه، كل شويه عيط لها كل شويه يقول لها شوف كيواسيها، حيت هي فائزه راه خاصها اي واحد كيدير هاد العمليه كيخصو طبيب نفساني، حيت كيف قالت لكم واحد الكلمه ديال انا كضرب مع عقلها، يعني خاصو طبيب نفساني. الواحد هاد العمليه ماشي كنقول لكم سهله، ما سهلاش، ولكن الريزولتا ديالها زوينه. والواحد الا كان قوي والله ما توقع له حتى حاجه، يشرب الدوايات ديالو ويكون مزيان وما غادي يخصو حتى خير. ندوزو لواحد الموضوع ديال اختصارا. كنبغي نقول لكم اخوتي شفنا لي كومونتير بزاف في الفيديو الاخراني اللي حطات صراحتي. كنبغي نشكركم بزاف، لانه اي واحد فاش توقع لي شي حاجه من عائله الطهري كتوقفوا معنا رجال، والعيالات كيوقفوا عيالات في لي كومونتير وفي كل شيء، وفي كتواسيونا بحال يعني وليتوا عائله وحده. عجبني الحال. اختصار ربي ما مكتبش لي هذاك الوليد وباقي ربي رزقها، هي باقا صغيره 33 عام. شحال عند اختك؟ 32 ولا 33؟ 11 عام اختي زوونه، باقا صغيره عندها 34 عام. شوف ماما من بعيد 34 عام كدير لي بنت كبرت. المهم 34 عام باقا صغيره، باقي ان شاء الله الا مكتب لهم شي حاجه في رزق غادي يكتبها لهم. والهلي خطيكم وتبارك الله عليكم بزاف، والله يحفظكم ودعواتكم مع اختي ساره حتى هي في لي كومونتير. كنحماقوا عليكم بزاف، وانا في زم ولفاش نخرجوا بالتوضيحات بحال هكا، ولكن ولا الناس احترام لهذاك الانسان اللي تعامل معايا زوين، ولا الناس في لي كومونتير وفي انستغرام انا وفيزا بداو تخرجوا توضيحات عليكم، بداو بحال تحيدوا عليكم. داكشي علاش قررنا ان نديروا هذا الفيديو. تبارك الله عليكم كنبوسكم بزاف، تبارك الله عليكم اللي يخطيكم.